اللهم صل على محمد، مساكم الله بالخير. تصوير ياسر الصاعد الان، اللي يسأل اجواء مكة، هذه اجواء شرق مكة الان زي ما تشوفون. طريق وادي نعمان الموصل الى الكرد، ما شاء الله. الساعة 17:00 الان، ما شاء الله تبارك الرحمن. الرعود ما زالت، نسمع اصواتها في الجبال. شوفوا كيف المطر، شوفوا المنظر، ما شاء الله. يا ما شاء الله الكريم، صد يا رب لك الحمد والشكر. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما زالت الامطار مستمره. والان من طريق الزيمه، زي ما تشوفون قدامكم، يا صلاه على النبي، خيرات من ربي. الان الساعه 6:15، ما شاء الله سحابة على مستوى. اللهم صل على محمد، مساكم الله بالخير من شرق مكة المكرمة. تصوير ياسر الصاعدي الآن، طريق الزيمة زي ما تشوفون الآن. يا صلاتي على النبي، شلالات في الجبال والأمطار ما شاء الله مستمرة. الساعة 6:45 الآن. اللهم صل على محمد، مساكم الله بالخير من شرق مكة المكرمة الآن، تحديدا في وادي بن عمير. وهذه السيول من الأمطار اللي جات الآن، يا رب لك الحمد. زي ما انتم شايفين الآن، تصوير ياسر الصاعد، ما شاء الله. هذه سيول الزيمة الآن، تكي هنا على جال السيل زين الدلة. الله 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 يا الجو. هذه سيول وادي بن عمير، طريق الزيمة الآن، ما شاء الله تبارك الرحمن. تصوير ياسر الصاعدي، شرق مكة المكرمة. السيل تو ما شاء الله نازل في الوادي، وهذا بقوته يمشي الآن. يا ربي لك الحمد.